السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي عزيزتي متتبعي القناة الخاصة بالتحاليل الطبية قناة تقنية في المختبر تيك لابو، أهلا وسهلا بكم. كورونا، كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس الغامض. تسبب ظهور فيروس غامض بالصين في رعب بأنحاء البلاد، حيث ذكرهم بأحداث فيروس السارس الذي أيضا أثار الذعر وحصد الكثير من الأرواح. هذا الفيروس الغامض الذي ظهر لأول مرة في ووهان الصين الشهر الماضي يمكن أن يسبب التهاب رئوي حاد. وفقا للإحصائيات الرسمية، يقال أن الفيروس وصل إلى تايلاند واليابان، حيث تم تأكيد إصابة 3 حالات. إذا كانت هذه أول مرة تزور فيها قناتي، أدعوكم الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، وأدعوكم كذلك لمشاركته مع الجميع لتعم الفائدة إن شاء الله. قبل أيام قليلة من رأس السنة الصيني الجديد، والذي يعرف واحدة من أكبر عمليات الانتقال والهجرة المكثفة للبلاد، أعلنت الصين يوم الاثنين الماضي عن وفاة ثالثة بسبب الفيروس الغامض الذي ينتشر من الشمال إلى الجنوب منذ شهر. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لما ذكره خبير حكومي صيني، فإن فرضية انتقال الفيروس بين البشر قد أصبحت ممكنة. ووفقا للسلطات، يقتصر الوباء حتى الآن على مدينة ووهان، وهو تكتل يضم حوالي 11 مليون نسمة، حيث ظهر الفيروس من نفس عائلة السارس الشهر الماضي. لكن للمرة الأولى أبلغ مسؤول الصحة الصيني يوم الاثنين عن حدوث حالات جديدة في مدن أخرى من البلاد، حالة في بكين وحالة أخرى في مدينة تشنشن، أي ما مجموعه 200 حالة إصابة في كل البلاد. القاسم المشترك بين كل هؤلاء المصابين أنهم كلهم زاروا مدينة ووهان مؤخرا، وتتمثل بؤرة الوباء في سوق الجملة خاص بالمأكولات البحرية والأسماك في ووهان، حيث يعمل العديد من المصابين، ومنذ ذلك الحين تم إغلاقه من أجل إجراء عمليات إزالة للتلوث. السلالة التي تم فرزها هي نوع جديد من فيروس كورونا، حيث يمكن أن تسبب أمراض خفيفة مثل نزلات البرد، لكن منها ما هو خطير مثل السارس متلازمة التنفس الحاد الوخيم، حيث أدى هذا الفيروس إلى مقتل 650 شخصا في الفترة ما بين 2002 و2003. أعراض السارس تشبه أعراض الالتهاب الرئوي مع ارتفاع درجة الحرارة ومشاكل في الجهاز التنفسي. وعاتبت منظمة الصحة العالمية OMS الصين في تأخرها في إطلاق حملات للتنبيه بالمرض ومحاولة إخفائه، وامتدت معايير الوقاية لخارج البلاد. ومنذ الجمعة الماضية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد المراقبة لكل الرحلات الجوية القادمة من مدينة ووهان لمطار نيويورك. طريقة انتقال الفيروس ليست واضحة بعد، وهناك القليل من الأدلة على انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر. ومع ذلك يشك البعض في أن انتقال العدوى يتم من الحيوان إلى الإنسان. الخطوات التي يتم اتخاذها للسيطرة على تفشي المرض، حيث أصدرت السلطات الصحية الصينية نصيحة للمسافرين الذين يزورون الصين للحد من تفشي الفيروس، وذلك تجنب الحيوانات الحية أو الميتة وأسواق الحيوانات والاتصال بالأشخاص المرضى. والخبر السار هنا هو أن باحثين من المركز الألماني لبحوث العدوى قد طوروا أول اختبار تشخيصي للكشف عن فيروس كورونا الصيني الجديد، حيث يوضحون الطريقة الجديدة التي يمكنها أيضاً اكتشاف الحالات المشتبه فيها، فقد أصبح اختبار التشخيص متاحاً. وأكيد سيساعد هذا الاختبار أيضا العلماء على فهم ما إذا كان الفيروس قادرا على الانتشار من إنسان لآخر، وهذه خطوة مهمة لمكافحة الفيروس الجديد. عافانا الله وإياكم، دمتم سالمين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.